بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنتكلم على محاضرة مهمة جدا اللي هي رحلة الليمفوسايت Journey of Lymphocyte، وذي من أهم المحاضرات لأنه أساسا حترتكز المحاضرات الجاية عليها. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله الكل مفروض يكون مستوعب إيش معنى بي سيل، إيش معنى تي سيل، إيش معنى الناتشورال كيلر سيل. حنتكلم على كيف يحصل ماتوريشن والديفلوبمنت لكل من البي سيل والتي سيل والناتشورال كيلر سيل، وبعدين حنعمل تيست للأور سيلف. طيب زي ما اتفقنا الليمفوسايت قلناها عليها هي عبارة عن معنا بي سيل ومعنا التي سيل ومعنا الناتشورال كيلر سيل. الليمفوسايت تقريبا تمثل 40% من كل الليكوسايت، البي سيل تمثل 10 فقط إلى 15% من 40%، التي سيل تمثل 70% تقريبا، أعلى بكثير من البي سيل. الناتشورال كيلر سيل كمان تمثل من 10 إلى 15% من الليمفوسايت. طيب اتفقنا واحنا نتكلم عليهم في المحاضرة السابقة ان البي سيل اساسا يحصل لها ماتوريشن في البون مارو، ولو ما يحصل لها ماتوريشن وإديكيشن في البون مارو ترجع تخرج، اذا حصل لها واجهه انتيجين حيحصل لها اكتيفيتد البي سيل وتتحول الى بلازما سيل تطلع انتي باديز. الناتشورال كيلر سيل نفس الوضع، قلنا حيحصل لها ماتوريشن كمان في البون مارو، وكمان حتكون لها دور الكيلينج في الانيت اميونيتي. وكمان اتفقنا انه التي سيلز حيحصل لها ماتوريشن واديوكيشن في الثايمس، وبعدين من الثايمس حتروح خليه وحنعرفها اليوم ان شاء الله تي هيلبر سيل، وحتعمل سكريشن للسايتوكاينز. هذه السكريشن للسايتوكاينز حتحفز بقيه الخلايا. بعد كذا قلنا انه في كمان تي سايتوتوكسيك تي سيل، ذي حتعمل كيلينج لكن بطريقه الاكوايرد، بطريقه الاكوايرد حتعمل كيلينج بطريقه الاكوايرد اللي هي تي سايتوتوكسيك تي سيل. طيب ركزوا معي، حنبدا الان في البي سيل خطوه خطوه، كيف حيحصل ماتوريشن للبي سيل، ديفلوبمنت اللوكيشن حقها فين بالضبط، اللايف سبان، الريسبتورز والفانكشنز. طيب احنا اتفقنا اجمالا انه البي سيل يحصل لها ماتوريشن وإديوكيشن في البون مارو، وبعد ما يحصل لها ماتوريشن تروح للسكندري لمفويد اورجانز، وبالاضافه كمان انها موجوده في البريفرال بلد. جميل. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، في البون مارو، في البون مارو ستيم سيل تتحول الى برو بي سيل. البرو بي سيل بفعل انزيم مهم جدا اسمه تايروسين كاينيز تتحول الى بري بي سيل، والبري بي سيل تتحول الى اميتيور عليها اكسبريشن 1 انتي باديز، يعني على السيرفس حق البي سيل وقدها اميتيور عليها 1 انتي باديز نسميه اي جي ام. بعد كذا تتحول الى ماتيور وعليها الاي جي دي. اذا اي خليه بي سيل نقول عليها ماتيور عندما يكون الريسبتورز عليها 2 انتي باديز، التو انتي باديز على السيرفس حقها اللي هو اي جي ام والاي جي دي. النقطة اللي قلنا عليها في منتهى الأهمية انه اثناء ما يحصل ماتوريشن للبي سيل انها تتحول من البرو بي سيل الى البري بي سيل عبر انزيم في غاية في الأهمية اسمه تايروسين كاينيز. النقطة اللي لابد نستوعبها اليوم انه كل ريسبتور على البي سيل له يونيك شيب، وده امر منطقي حتى تستطيع البي سيل انها تتعرف على عدد كبير من الانتيجين، فبالتالي لابد على كل بي سيل سبيسيفيك ريسبتور. طبعا دي عليها اي جي ام واي جي دي، نفس الريسبتور اللي هو اي جي دي والاي جي ام على البي سيلز. الان شايفين بس مش عارف الصوره واضحه بالنسبه لكم، كل بي سيل معاها تطلع يونيك انتي باديز
انتي بوديز واحد، يعني بسل كامله تطلع انتي بوديز ملايين من انتي بوديز من نوع واحد، زي صوره دي البراغي، مش كل مفك له مفك خاص به. نفس الوضع بالنسبه للانتيجين والانتي بوديز، له مفك خاص به. كيف تطلعها؟ ودي النقطه اللي عاوزين نتفق عليها اليوم. كيف البي سيل تستطيع انها تطلع انتي بودي شكله مربع، وانت بي سيل تطلع انتي بودي شكله مثلث، وبي سيل تطلع انتي بودي شكله دائره؟ كيف؟ بالطريقه اللي حنتكلم عليها الان. طريقه نسميها احنا الدي ان اي ري ارانجمنت، ونسميها البي سيل انه يحصل دايفرسيتي في البي سيل، ملايين من البي سيل، كل بي سيل معها قادره انها تنتج سبيسيفيك انتي بوديز يختلف عن الاخر. هذه البي سيل اللي امامكم، كل بي سيل معها ريسبتورز، الريسبتورز ذا مختلفه عن البي سيل هذه، عن البي سيل هذه، عن البي سيل هذه. طيب هذا مبدئيا قبل ما اتكلم على الانتي بوديز. هذا شكل الانتي بوديز. الانتي بوديز يتكون من حاجه انتوا اخذتوه في الفسيولوجي، يتكون من هيفي تشين ولايت تشينز. هذا الهيفي تشينز شايفين البي اللي فوق، وذا البي اللي فوق، ذا نسميه احنا الفاريبلز. بقيه المولكيول كله كونستانت، كله كونستانت، يعني انه الفاريبلز هو اللي فوق في منطقه الهيفي تشين. طيب الفي ذا هو ممثل بجين، الجين ذا عباره عن ناتي يسموها قطعه من في جين، وقطعه من دي جين، وقطعه من الجي جين. فذا اللي نسميه انه اي هيفي تشين عباره عن سلسله مكونه اساسا من ثلاثه مناطق من الجينات، منطقه اسمها في جين، ومنطقه اسمها دي جين، ومنطقه اسمها جي جين. منطقة الفي جين في عدد كبير منها، في 1 في 2 في 3 في الى حتى تقريبا 80 نوع من منطقة فقط الفي، ولذلك احنا نقول انها بول اوف جينز، يعني بركة من الجينات. طبعا هذا كله في البول مارو. الدي برضو دي ان، دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 وهكذا. الجي برضو جي ان، جي 1 جي 2 جي 3 جي 4. كويس؟ اذا عشان تتكون الهيفي تشين في ثلاث مناطق من الجينات ضروري تكون موجودة، الفي جين والدي جين والجي جين. طيب تعالوا نشوف هذا بالنسبة للهيفي تشين. اللايت تشين طبعا ايش معنى لايت؟ لايت السلسلة حقها خفيفة، بينما الهيفي السلسلة حقها كبيرة، الامينو اسيدز حقها كثير، واللايت تشين الامينو اسيدز حقها قليل. اللايت تشين الجينات اللي تتكون فيها الفي في جي بس، ما فيهاش الدي. الفي ذا في عدد منه كبير، في في 1 في 2 في 3 في 4 وهكذا. نفس الوضع بالنسبه للجي، في جي 1 جي 2 جي 3 جي 4. كويس؟ اذا الان المنطق يقول الاتي، كل بي سيل عليها سبيسيفيك ريسبتور. ما معنى الكلام هذا؟ معناها انها تاخذ في انزيم يروح ياخذ واحد من الفي وواحد من الدي وواحد من الجي، وحيكون الهيفي تشين. عشان يكون اللايت تشين ياخذ واحد جين من الفي وجين من الجي، حيكون لايت تشين. الكونستنت ما فيش مشكله فيه خالص، هو جين واحد للكونستنت بالكل، ما في مشكله خالص فيه. طيب كيف يحدث الكلام هذا؟ يحدث كالاتي. هذه الجينات في البون مارو في 1 في 2 في 3 الى غير في ان، ودي نفس الوضع دي 1 دي 1 دي 2 الى دي ان، ودي جي 1 جي 2 الى جي ان، زي ما قلنا اللي هي الفي دي جين. وهذه الجينات زي ما قلنا لللايت تشين، اهو قدامكم في 1 في 2 والجي 1 جي 2. كويس. في البون مارو في جين غايه في الاهميه اسمه راج 1 وراج 2. راج 1 هو اختصار الريكومبننت اكتيفيتنج جين، هو عباره عن جين. هذا الجين لما يحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن يترجم الى انزيم او بروتين نسميه ريكومباينيز. لا هنا كويس. الريكومباينيز له وظيفة مهمة، هو سبيسيفيك جين عنده قدرة فقط انه ياخذ واحد من البي جين وواحد من الدي جين وواحد من الجي جين. بمعنى اخر سبحان الله، ما يقدرش هذا الريكومباينيز يروح ياخذ مثلا في 1 وفي 2، ما يمكنش، ياخذ فقط واحد من الفي، سواء كان في 1 ولا في 10 ولا في 20، واحد من الفي. ونفس الوضع واحد من الدي واحد من الجي.
وبالتالي يكون ما نسميه بالمنطقة الفاريبل. تعالوا نشوف مثال لها. هذا الريكومباينيز، وهذا اختار الآن هذا الإنزيم اختار الآتي، اختار الفي 2 والدي 2 والجي 1، اختارهم فكون الهيفي تشين. فتكون الهيفي تشين بالشكل ده. هذه الهيفي تشين اللي اختارها لو ما الريكومباينيز اختار في 2 دي 2 جي 1، لو ما اختار اللايت تشين اختار مثلا في 3 جي 2، فكون الاتي، كون اللايت تشين بالشكل ده. فاصبح مش احنا قلنا المنطقه في الهيفي وفي اللايت هي فاريبلز بفعل هذه الجين، فيصبح الان كالاتي: هذا شكل الفاريبل في الهيفي تشين، وهذا شكل الفاريبل في اللايت تشين. ما معنى الكلام هذا؟ هذا الشكل سبيسيفيك لسبيسيفيك انتيجين، ما يمكنش يرتبط به الا سبيسيفيك انتيجين، واي بي سيل مش حتطلع الا نوع واحد من الانتي بوديز على حسب الري ارانجمنت حق الريكومباينيز انزيم. هذا مثل ثاني، شايفين هنا اختار رقم 10 ورقم دي 7 وجي 5 فاعطانا شكل اخر، واللايت تشين اختار مثلا 9 واختار 4 الريكومباينيز. والنقطه المهمه زي ما قلنا الريكومباينيز ما يقدرش يروح يجمع بين اثنين مثلا في 1 وفي 5 مع بعض، لا، ياخذ 1 واحد من منطقه الفي وواحد من منطقه الدي وواحد من منطقه الجي، فيكون بهم الهيفي تشين اللي هي منطقه الفاريبل. وبالنسبه لللايت تشين ياخذ واحد من الفي وواحد من الجي ويكون بهم منطقه الفاريبل بالنسبه لللايت تشين. بالنسبه للكونستنت ما فيهاش مشكله خالص الجي. فلو سمحتوا المجموعات يجوني عشان الاكسرسايز رقم 1. طيب ركزوا معي على الحل خلاص. الفكرة أساسا عشان نقول الآتي، نقول إنه كل بيسل معها الفاريبل تشين الخاصة بها واللايت تشين الخاصة بها عبر الجين اللي يحصل له دي ان اي ري ارانجمنت. الدي ان اي ري ارانجمنت اتفقنا يحدث بفعل من؟ الريكومباينيز اللي هو جاي من جين اساسا اسمه راج 1 وراج 2. هذا زي ما قلتوا هنا اكيد حيكون الجين رقم ذا، وهنا المثلث، وهنا المستطيل او المستطيل اللي اخترتوه هو الاوسع ما في مشكله، بس الفكره نفس اللي قلنا انه يحصل في دي جين. طيب ركزوا معي على الكونسبت الثاني المهم. الان حصل ماتوريشن للبي سيل، واصبحت كل بي سيل معها سبيسيفيك ريسبتور على السيرفيس حقها، وزي ما اتفقنا كل بي سيل معها انتي بادي لو يونيك شيب بفعل الدي ان اي ري ارانجمنت اللي ينتج عنه الريكومباينيز.
طيب الآن عاوزين كيف حيحصل للبي سيل إنها تتعلم إنه ذي سيلف كومبوننت وذي نون سيلف كومبوننت، وذي غاية في الأهمية، عشان لو ما تخرج إلى السكندري لمفويد أورجنز ولا إلى البريفرال بلاد ما تروحش تعمل أوتومين ديزيز. فجوا العلماء قولاتي خلاص وقدها على مشارف الخروج من البون مارو، تجي لها خلية، سبحان الله سبحان من خلق، تجي لها خلية عليها كل السيلف كومبوننت. البيس الذي لو حصل انها ارتبطت بهذه الخليه يحصل لها ابوبتوزس، والعمليه دي نسميها نيجاتيف سيلكشن. اي خليه ما ترتبطش على طول تخرج تغادر، هذه جاهزه للقتال وجاهزه للمعركه. اذا اللي كيف يحصل انها يحصل لها سيلكشن او يحصل لها ايديوكيشن؟ يحصل لها عن طريق انه بعد ما يحصل انها اكتسبت الريسبتورز دي تجي لها خليه عليها كل السيلف كومبوننتس بروتينز. لو حصل ان هذه مش معها الان الخليه اصبحت ماتيور عليها الانتي بوديز اي جي ام واي جي دي، لو حصل انها ارتبطت حيحصل لها ابوبتوزس، لان دي على مشارف الخروج الى السكندري لمفويد اورجنز اور البريفرال بلاد. فبالتالي اي خليه ما ترتبطش تغادر، اي خليه ترتبط يحصل لها ابوبتوزس. جميل. طيب اللوكيشن زي ما اتفقنا عارفين انتوا انها حتكون في السكندري لمفويد اورجنز، وجزء منها حيكون موجود في البريفرال بلاد. اللايف بالنسبه لها حتستغربوا، هي مجرد تعيش 7 إلى 9 أيام وعلى طول، والبون مارو عمال يضخ ببيسل من جديد، فكلها من 4 إلى 9 أيام. طيب الريسبترز اللي عليها، البيسلز دي خليه عليها ريسبترز لا باس بهم. اول ريسبتر اتفقنا عليه، عليها اي جي ام واي جي دي، كمان عليها ريسبتر للكومبلمنت، هذا ريسبتر الكومبلمنت حتكلم عليه ان شاء الله قدام، كمان عليها ريسبترز للاميونوجلوبولينز، في اي اميونوجلوبولينز كمان عليها ريسبتر له، بالتاكيد عليها الام اتش سي كلاس 2 صح؟ ليش؟ برافو عليكم، لانها انتيجين بريزنتنج سيل، واكيد نوكليتد كمان عليها ام اتش سي كلاس 1. عليها بروتين غايه في الاهميه. لو ما نبدا ان شاء الله نتكلم كيف حيحصل الاميون ريسبونس، حنذكر هذا البروتين اللي هو اسمه بي 7، غايه في الاهميه بالنسبه للانتيجي بريزنتنج سيل، ومن ضمنهم البي سيل اللي هو البي 7. الفانكشنز ما لهاش غير تو فانكشنز بس. الفانكشن الاولى معروفه بالنسبه لكم انها تعمل انتيجي بريزنتيشن. كيف تعمل انتيجي بريزنتيشن؟ زي ما اتفقنا انها تاخذ الانتيجين تعمل له فرجمنتيشن، تربطه مع الام اتش سي كلاس تو، وتروح تعرضه على السيرفس، هذه نسميها انتيجين بريزنتيشن، ومعها خليتين يعملوا هذه الوظيفه، هما ماكروفيج دندريتيك سيل. الخليه الوظيفه الثانيه انها البي سيل دي لو ما يحصل لها اكتيفيشن تروح تعمل ديفرينشيشن وتحول الى بلازما سيل وتطلع انتي بوديز. اذا الفانكشن حق البي سيل في منتهى السهوله، يا تعمل انتيجين بريزنتيشن، والوظيفه الثانيه انها تعمل تتحول الى بلازما سيل وتطلع انتي بوديز. الاكسرسايز الثاني هشوف ان شاء الله تستوعبوا، مهم جدا. ركزوا معي على آتي. خلاص يا شباب، اكيد اذا حصل ديفكت في هذا الانزيمز اكيد ما في انتي بوديز صح؟ لوجيك ما في انتي بوديز صحيح، ما في بيزل، اكيد هذا حيكون حيكون عرضه لانه يحصل ريبيتد انفكشن بالبكتيريال انفكشن اكيد. بس ليش مش حيحصل له بعد 9 شهور؟ صحيح، اللي هو الباسيف اميونيتي اللي اخذتها نوم حيبدا بعد ما تنتهي حتبدا المانيفستيشنز. صحيح، هذا نسميه البروتون اجاما جلوبينيميا.
عالم اللي اكتشفه اسمه بروتون، ويسموه كمان خلاص شباب يسموه اكس لينكد اجاما جلوبينيميا. اكس لينكد يعني ايش؟ اكس لينكد يعني يوجوالي حيكون انفكتد بوي وما هوش الجيرلز، لانه ده زي ما انتم عارفين في الفيميل اكس اكس بينما في الميل، فلو انضرب حق الميل حيكون تشانس انه يحصل الجاما البروتون جاما جلوبينيميا او نسميه اكس لينكد جاما جلوبينيميا. طيب تعالوا الان لموضوع مهم جدا اللي هو التي سيل، فركزوا معي لان التي سيل مهمه جدا. حنتعرف على الديفلوبمنت كين لوكيشن اللايف سبين تايبس الريسبتورز والفانكشنز. احنا اتفقنا احنا وانتم في المحاضره السابقه انه التي لينفوسايز تغادر من البولمر وتروح الى الثايمس، في الثايمس يحصل فيها ماتوريشن ويحصل فيها ايديوكيشن اور سيلكشن، وبعدين تروح للسكندري لينفويد اورجانز وبالاضافه الى البريفرال بلاد. متفقين على الكلام هذا؟ كويس. في البون مارو زي ما قلنا الخلية تغادر إمتيور إن سميناها ثايموسايت. الثايموسايت دي تروح إلى الثايمس طبعا عبر البلد تروح للثايمس. إيش اللي العلماء يقولوا إيش اللي يخلي إن هذه الخلية تروح إلى الثايمس؟ في الثايماتوكسين يعملها أتراكشن بالإضافة إلى الهيدروجين مولكيولز الموجودة، فتروح من البون مارو إلى الثايمس. في الطايمة زي ما اتفقنا يحصل ماتوريشن ويحصل ما نسميه بالسيلكشن أو الإديوكيشن، وبعدها بعد ما يحصل الماتوريشن والإديوكيشن تغادر إلى السكندري لينفويد أورجان بالإضافة إلى البريفرال بلد. هعيد الصورة كاملة كيف حتحدث. تدخل الخلايا في الثايمس في الكورتكس ويحصل لها الماتوريشن وهي في الكورتكس، بعدين كمان تكمل الماتوريشن حقها وهي في المدلة، وبعد ما آخر حاجة في المدلة يحصل الإديوكيشن وكمان يحصل ادوكيشن في الثايمس في الكورتكس، حتروح للبلد ومن البلد زي ما قلنا حتروح كمان للسكندري لينفويد اورجانز. تعالوا نشوف السكه دي كيف حتتم. تبدا الخلايا دي اول خليه توصل للكورتكس اللي هي في جزء الثايمس. في الكورتكس دي تبدا حاجه نسميها احنا الدبل نيجاتيف، يعني ما معهاش اي حاجه دبل نيجاتيف، وحقول لكم ايش معنى الدبل نيجاتيف بعد شويه. في خليه في الثايمس او في الكورتكس نسميها كورتيكال ابيثيليال سيل، تروح تعمل بروديوسنج لسام سبستانس من ضمنهم ثايموسين والثايموبايوتين والسيرم ثايميك فاكتورز، دول هم اللي خلوا التي سيلز دي يحصل لها ماتوريشن. فتبدا نتيجه لهذه السبستانس تبدا الخليه دي انها يحصل لها تكتسب التي سيل ريسبتورز وكلاستر واحد من الكلاستر اوف ديفرنشيشن نسميه سي دي 3. والنقطة اللي هي في منتهى الأهمية هنا التي سيل ريسبتورز، ودي حكمة الله، كل خلية عليها سبيسيفيك تي سيل ريسبتور يختلف عن الخلية الثانية. بمعنى نفس الوضع اللي حصل قبل شوية في البي سيل انه حصل دي ان اي ري ارانجمنت حيحصل هنا. خلونا نشوف الدي ان اي ري ارانجمنت ونرجع للماتوريشن. اتفقنا انه كل سيلز معاها سبيسيفيك ريسبتور يختلف في الشيب حقه من تي سيل الى تي سيل الى تي سيل. كيف حيحصل هذا الموضوع؟ مش اتفقنا زمان انا وانتم انه تي سيل عباره عن الفا وبيتا. الجين المتحكم في الالفا هو هذا، عباره عن الفي جين والجي فقط، في 1 في 2 في 3 الى جي 1 جي 2 جي 3 بالاضافه الى الكونستانت ريجن. الجين المتحكم في البيتا تشين هو V1 V2 وكمان D1 D2 الى N وكمان معنا G1 G2 وبعدين معنا الكونستانت. طيب تعالوا نشوف ايش اللي حيحصل. نفس الوضع احنا مش قلنا انه معنا انزيم اسمه جين اسمه RAG1 وRAG2 اللي سميناه ريكومبوننت اكتيفيتنج جين، يحصل له ترانسكريبشن ويحصل له ترانسليشن فينتج عنه انزيم اسمه ريكومباينيز. جميل. الريكومباينيز له سبيسيفيك انه يقطع 1V و1G في اللايت تشين في الالفا تشين، ويقطع 1V وجين و1D جين و1J جين في جين في البيتا تشين. فلو افترضنا بالشكل ده انه حصل كاتنج الفي 1 والجي 2 وهنا في 1 والدي 2 والجي 1 حيحصل هذا الشكل، عباره عن مستطيل للتي سيل. لو حصلنا الاتي،
انه كان 5-1 بالنسبه للالفا، وكان 6-3 والجي 6 بالنسبه للبيتا، حيحصل هذا الشكل. شايفوا كيف حصل تشينج للريسبترز؟ لو اتفقنا انه، لو افترضنا انه الريكومباينيز قطع في 9-4 وقطع هنا في 6 ودي 6 وجي 4، حيحصل هذا الشكل. فبالتالي كل تي سيل حيحصل عليها سبيسيفيك شيب بالنسبه للتي سيل. من اللي عمل سبيسيفيك شيب ذا اللي سميناه دي ان اي ري ارانجمنتس، ناتج عن الريكومباينيز اللي هو جاي من الجين اسمه الراج 1 والراج 2. اذا الراج 1 والراج 2 نفسه بيعمل في التي سيل ويعمل في البي سيل. جميل. الان نرجع، اتفقنا انه كل تي سيل حيكون معاها السبيسيفيك ريسبتور المختلف عن كل تي سيل تحمل سبيسيفيك ريسبتور مختلف عن الاخر، وده امر منطقي تماما لانه معنا ديفرنت تايب اوف انتيجينز، فالتي سيل حقي مؤهله انها ترتبط مع اي تايبز اوف انتيجين اور ايبيتوب. بعد كده هيحصل انه تبدا الخليه دي تعمل اكسبريشن لسي دي 4 وسي دي 8 مع بعض، وهنا نسميها دبل بوزيتيف. اذا ما معنى الدبل نيجاتيف؟ انه لا معها سي دي 4 ولا معها سي دي 8. فتبدا الخليه هنا، ودي نقطه مهمه جدا، احنا في خلايانا ضوري يا معها سي دي 4 يا سي دي 8، لكن اثناء الماتوريشن حيكون اكتسبت الاثنين سي دي 4 وسي دي 8. بعد كده في الكورتكس حيحصل لها، بعد ما اكتسبت هذه الريسبتورز لابد الخليه انها تتعلم. الان كيف يحصل لها تعلم؟ بطريقة نسميها احنا positive selection. شوفوا الطريقة دي كيف تجي لها خلية cortical epithelial cell عليها كل self component مرتبطين على MHC class 1 و MHC class 2. الخلية هنا في الكورتكس مطلوب منها الآتي، مطلوب انها تعمل binding. ليش تعمل binding؟ لأمرين، عشان أول قادرة انها تعمل ترتبط واحد، والأمر الثاني عشان أثناء هذا الارتباط عرفت ان هذا self كومبوننت. اذا في الكورتكس تحدث عمليه اسمها بوزيتيف سيليكشن. ما معنى بوزيتيف سيليكشن؟ انه يعرض على الخليه كورتيكال ابيثيليال سيل عليها كل السيلف كومبوننت. الخليه هنا لابد انها التي سيل لابد انه يرتبط. الارتباط ده ليش؟ على اساس اول انها تقدر انها تعمل بايندينج واحد، الامر الثاني انه من خلال هذا البايندينج تعرف ان ذي سيلف كومبوننت. يا اي خليه ما تقدرش تعرف ترتبط في الكورتكس يحصل لها ابوبتوزس، يعني عكسها تماما، وهذه نسميها بوزيتيف سيليكشن. اذا ما معنى بوزيتيف سيليكشن؟ معنى ان الخليه ارتبطت. ارتبطت ليش؟ لامرين، حتى تعرف انها تعمل بايندينج، لان الخليه دي لما تخرج التي سيل ضروري تعمل بايندينج. الامر الاخر ديورينج هذا البايندينج حتعرف ان دي سيلف كومبوننت، لا حتعرف ان هي طبعا كلها سيلف كومبوننت، حتعرف انها سيلف كومبوننت. كويس. الخلية اللي ارتبطت يحصل لها نسميها سيلكشن وتنزل إلى المدلة. الخلية اللي ما ارتبطتش يحصل لها ابوبتوزس. جميل. الآن اتفقنا إنه خلية ما ارتبطتش حيحصل لها ابوبتوزس، حتنزل الخلايا اللي حصل لها سيلكشن اللي ارتبطت إلى المدلة. هذا الآن في المدلة. في المدلة الآتي نزلت الخلية الآن، حيحصل لها الاختبار الآتي. شوفوا حكمة الله، حتجي لها خلية كمان مرة ثانية، الآن هذه على وشك إنها تخرج للسيركوليشن وتخرج للسكندري لينفويد أورجانز، فحتجي لها خلية ثانية عليها كل السلف كومبوننت. هنا العكس، لو ارتبطت معناها إنه ضروري يحصل لها أبوبتوزس، لأن ذي حتخرج وحتعمل أوتو من ديزيز. فالخلية في الـ في الـ في النيجاتيف سيليكشن اللي حيحدث في ما نسميه في المدلة، هنا الاختبار هل تعلمت فوق في الكورتكس ولا ما تعلمتش. اذا ارتبطت هنا معناها انها ما تعلمتش فوق، ما تعلمتش ان دي سيلف كومبوننت، فهيحصل لها ابوبتوزس. الخليه هنا اللي ما ترتبطش تغادر الى السكندري لينفويد اورجانز وتغادر الى البريفرال بلاد. مفهوم البوزيتيف سيليكشن والنيجاتيف سيليكشن؟ مفهوم؟ الامور بسيطه جدا، اعيدها. الآن الخلية في الكورتكس، الخلية في الكورتكس حيحصل عملية اسمها positive selection. ما معنى positive selection؟ معناها إنه تجي لها خلية عليها كل السلف كومبوننت، فتجي الخلية دي اللي عليها سلف كومبوننت تجي التي سيل ضروري ترتبط بها.
ترتبط لأمرين، أول تتعلم كيف تعمل بايندينج، والأمر الآخر أثناء هذا البايندينج عرفت أن هذه سيلف كومبوننت. الخلية اللي في الكورتكس اللي ما تعرف ترتبط يحصلها بابتوزس. لا هنا كويس. الآن عاوزين نعمل لها امتحان أنها عرفت السيلف كومبوننت ولا ما عرفت السيلف كومبوننت، فتنزل إلى المدلة. نزلت إلى المدلة، جات لها كل السيلف كومبوننت. طبعا هي سيلف كومبوننت، لو ارتبطت معناها انها ما تعلمتش كويس، يحصل لها ابوبتوزس. ما ارتبطتش معناها انها عرفت ان دي سيلف كومبوننت، فبالتالي دي نسميها النيجاتيف سيلكشن، وحتخرج الى البريفرال بلاد والى السكندري لنفويد اورجنز. سهله؟ جميل. اذا اي سيل هنا، اي سيل اتاك يعني انها تهاجم او ترتبط، حيحصل لها انها حيحصل لها داي. طيب باقي الآن الفاينل ماتوريشن. احنا قبل شوية مش قلنا كل خلية عليها CD4 CD8؟ ضروري احنا معانا خلية يا معها CD4 يا معها. كيف تسوي الخلية تجي ذي لها خلية عليها MSC class 1 وMSC class 2. لو ارتبطت ذي الخلية مثلا هنا بالMSC class 1 خلاص يحصل switch off للCD4 وتطلع الخلية CD8 وتخرج الى السكندري لنفويد اورجنز والى MSC class 2. قلنا الام اس سي كلاس 1 هو يرتبط مع سي دي 8 والام اس سي كلاس 2 يرتبط مع السي دي 4. فهنا وهي اثناء الماتوريشن حتعرض على الخليه، فاذا ارتبطت بالام اس سي كلاس 1 خلاص دي سي دي 8، لو ارتبطت بالام اس سي كلاس 2 دي سي دي 4. يو ار كومباينيز، تفضلوا الاكسرسايز محمد. طيب ركزوا معي لو سمحتوا، نحل الاكسرسايز سويا. اكيد الهدف من الاكسرسايز ده حتى نتعلم سويا انه في معنى ريكومباينيز. الريكومباينيز هو اللي يعمل ما نسميه بالدي ان اي ريارينجمنت. خلاص يا محمد اتفقنا انه هذا حيكون الانتيجين، هذا السبيسيفيك لو، وهذا حيكون سبيسيفيك لو، وهذا سبيسيفيك لو. معنى انه حيكون في البيتا. معنى هذا ايش؟ معناها انه زي ما قلنا ان في سبيسيفيك بالفي جين وسبيسيفيك للدي جين حيحصل له سيلكشن، وسبيسيفيك للجي جين بالنسبه للبيتا تشين، وايضا بالنسبه للالفا تشين. الاكسرسايز الثاني اللي قلنا لو ما فيش معانا ثلاثة واربعة الفارينجيال باوتش ما حصلش لهم ديفلوب، ايش اللي حيحصل؟ تفضل لو سمحتوا، لو سمحتوا. قبل كذا ما في معي تي سيل. اول شيء تي سيل ما في معي، تمام كويس، ونسميها. طيب هو جاوبني صراحه محمد، جاوبني محمد لانه جاوبني الاجابه هذه، وقلت له طيب ايش كمان غيرها حيحصل؟ مش الثري والفورث باوتش ايضا مسؤول على الـ على الباراثيرويد، ما في كالسيوم فيحصل ما نسميه هايبو سيما. واضحه؟ فرجوكم فكر. طيب واضحه؟ مش درستوها في الامبريولوجي اكيد. طيب اذا
لو سمحتوا اكيد معنا سيفير شباب سيفير تي سيل ديفيشنسي اكيد ما في كلام اكيد حيكون معنا ريكرنت فايرال اند بكتيريال اند فانجل انفكشن اسف مش بكتيريال فانجل لانه سيل ميديت اميونيتي واكيد حيكون معنا نيونيتال هايبوكالسيميا تيتاني اكيد لانه ما فيش معنا الباراثايرويد وبالتالي ما فيش الكالسيوم ونقول عليها ديجير سندروم هي كاركترايزد باي الفيش ماوث اند فلات فيس دي سميها دي جورج سندروم وكاركترايزد باي الفلات ماوث اند الفلات فيس طيب اللي بعده الاكسرسايز اللي بعده اللي هو قلنا افترض انه حصل ديفكت في الجينيتك اللي هو الراج 1 والراج 2 ايش اللي حتتوقعه تفضلوا ايش اللي حتتوقعوا تفضل لو سمحتوا اتكرمتوا تفضل ما سمعكش ما فيش بي سيل على واحد واحد تفضل صحيح برافو عليك طيب هذا هذا اللي قلت عليه انه ما فيش ريكومبينيز وبالتالي ما فيش فاريشن ايش اللي حينتج عنه انه ما في حيحصل فيلير في التي سيل والبي سيل لانه اساسا مش قلنا كل واحده عليها سبيسيفيك ريسبتورز ومختلف عن الاخر عشان تقابل انتيجين ما في اطلاقا اي ريسبتور فحيحصل ما نسميه بالسيفير immune deficiency اذا حيحصل severe immune deficiency وحيحصل failure في differentiation of B and T cell لانه شرط البي سيل والتي سيل عشان يحصل لهم differentiation انه كل واحده يكون عليها specific receptors فيصل زي ما قلنا بعدين لو ما يحصل لهم maturation و education محمد حيحصل انه يروحوا يغادروا الى secondary lymphoid organs والى جزء منها في البريفرال بلد حتعيش لمدة لشهور وزي ما قلنا البون مرو عمال يعوض لكن جالسة لشهور طيب ايش الريسبتورز والفانكشنز للتي هيلبر سيلز احنا الاساس اللي معانا الان هم تي هيلبر سيل وتي سايتوتوكسيك تي سيل واتفقنا ان التي هيلبر سيل عليها سي دي والتي سايتوتوكسيك سيل عليها سي دي جميل السي دي 4 زي ما قلنا عليها سي دي 4 ونقول عليها تي هيلبر سيل وهنا نقطة في منتهى الأهمية. السي دي 4 من ضمنهم حاجة نسميها تي هيلبر 1. السي دي 4 كمان من ضمنهم حاجة نسميها تي هيلبر 2. السي دي 4 كمان نسميهم حاجة تي 17. يسموها تي هيلبر 17. إيش الفرق بينهم؟ الفرق أكوردينج السيتوكاينز اللي يحصل له برودكشن. التي هيلبر 1 تروح تطلع انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نكروتيك فاكتورز. التي هيلبر 2 تروح تطلع الانترلوكين 4 و5 و6 و10 ونقول عليها دي اذا ما دام طلعت السيتوكاينز دي اذا هي تي هيلبر 2 التي هيلبر 17 انها تطلع تي هيلبر انترلوكين 17 وانترلوكين 22 حتى واحنا بنناقش ان شاء الله الريسبونس والسيل ميديت اميونيتي حنتكلم عليهم ان شاء الله بالتفصيل كيف يكون تي هيلبر 1 ولا تي هيلبر 2 حنتكلم عليها ان شاء الله اهم حاجه في التي هيلبر زي ما قلنا عليها سي دي 4 الامر الاخر في كمان اكيد سي دي 3 اتفقنا انه موجود في كل التي سيلز ولو اهميه كبرى لانه هو اللي يعطي السيجنلز للخلايا في معنا كمان السي دي 40 ليجند وسي دي 28 حنتكلم عليهم في اذر ريسبتورز سي دي 28 والسي دي 40 ليجندز ايش الوظيفه حقها تو هيلب من اسمها مش هيلبر اذا حتعمل هيلب الانتيجين هنا نفهم ما معنى الدايفرسيتي لابد يكون في دايفرسيتي بشكل كبير حتى هذه الدايفرسيتي تتيح الفرصه لاي انتيجين انه يحصل له
بايندينج سواء كان من التي سيل او من الانتيجين بريزنتينج سيل. اذا اول وظيفه كيف تساعد الخلايا انها هي تتعرف التي سيل تعمل ريكوجنيشن على الانتيجين المعروض على الام اتش سي كلاس 2 باي الانتيجين بريزنتينج سيل. واضح؟ تمام. الثانيه احنا مش قلنا انها تعمل هلب، اذا هي تطلع سايتوكاينز، السايتوكاينز دي تساعد الخلايا في الاكتيفيشن فبالتالي تعمل هلب. الامر الثالث هي تعمل اكتيفيشن، تساهم في الاكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك تي سيل عشان تمارس وظيفتها. الامر الاخر هي كمان تساعد البي سيل عشان تتحول الى بلازما سيل وتطلع انتي بوديز، فمن اسمها هيلبر، فاذا هي تعمل هيلبنج لاذر سيل. طيب سي دي 8 ايت منها 8 ايت، فهي من اسمها انها بتعمل كيلينج، عليها زي ما قلنا تي سيل ريسبتورز وعليها سي دي 3 على كل التي سيل، وذي بتعمل كيلينج للابنورمال سيل. اتفقنا انه لو ما تلتصق بالفورين انتيجين المربوط على ام اتش سي كلاس 1 تروح تطلع بيرفورين يعمل بور، وتطلع جرانزايمز يدخل داخل البور ذي ويعمل الكيلينج. في حاجه بنسميها بعدين التي اللي بتعمل ريجوليشنز، كيف انها تطلع سايتوكاينز، مش الاميون سيستم الان حصل له اكتيفيشن، كيف تطلع الخلايا دي سايتوكاينز تعمل ريجوليشن للاميون سيستم. خلاص المهمه حقك انتهت، يبدا الاميون سيستم يهدى. حنتكلم عليها ان شاء الله واحنا بنناقش الريسبونس ان شاء الله عز وجل. طيب الناتشر كيلر سيل احنا قلنا انها تمثل من 10 الى 15% دي الناتشر كيلر سيل هي عباره زي ما قلنا زمان انها لارج جرانولار لينفوسايت جرانيولز، واكبر خليه في الليمفوسايت. الناتشرال كيلر سيل احنا نقول عليها بالبلدي هذه ما كملت التعليم حقها، ما عاد كملت تعليمها، بينما زي ما قلنا البي سيل والتي سيل تعلموا فاصبح لهم مكانه، لكن دي ما كملت تعليم حقها وجالسه تشتغل في الانيت اميونيتي. ما عليهاش لا تي سيل ريسبتور، ما فيش معها تي سيل ريسبتورز خالص، ما عليهاش سي دي 3 خالص، معها فقط حاجة اسمها سي دي 16 وسي دي 56 بس اللي عليها، والأكشنز حقها والوظيفة حقها كالآتي: بتعمل زي ما قلنا كيلينج لأي أبنورمال سيل، أي سيل أبنورمال سيل بس ما عليهاش ام اتش سي كلاس 1. بس هنا في نقطة مهمة كان تكلموا عليها في المحاضرة السابقة هحاول أوضحها اليوم إن شاء الله. في ركزوا معي لو سمحتوا، اتمنى الصوره واضحه. هنا في حاجه اسمها الكيلر اكتيفيتنج ريسبتورز موجود على الناتشرال كيلر سيل، يقابلوا في اي ابنورمال سيل جلايكوبروتينز، وفي هنا ثاني بنسميه الكيلر انهيبيتوري او انهيبيشن ريسبتورز، وهذا يقابله الام اس سي كلاس 1. فالاتي: فالخليه ذي اللي هو الكيلر الانهيبيتوري ريسبتورز لو ارتبط مع الام اتش سي كلاس 1 اذا دي يعمل انهيبيشن وما تعملش كيلينج خالص. اذا جاء الريسبتورز اللي هو الانهيبيتوري ريسبتورز وما حصلش الام اتش سي كلاس 1 يعمل اكتيفيشن للكيلينج للخليه دي. بس النقطه المهمه جدا انه لابد يكون موجود ايش؟ الجلايكوبروتينز، لانه اي واحد كان المفروض يسال منكم طيب الار بي سيز عليها ام اتش سي كلاس 1 ليش ما يحصل لهاش اتاك بالناتشرال كيلر سيل؟ ما عليهاش الجلايكوبروتينز اللي يرتبط اللي بنسميه اللي بيعمل الكيلر اكتيفيتنج ريسبتورز. فبالتالي وان كان عملها في غياب الام اتش سي كلاس 1 لكن لابد لها من جلايكوبروتينز على الابنورمال سيل عشان يعمل لها الاكتيفيشن للكيلينج. كيف؟ ايوه بس احنا اتفقنا انه اللي اتفقنا عليه انه هي اساسا تقتل اي خليه ما عليهاش ام اس سي كلاس 1، لكن شرط لابد الخليه ذي الابنورمال سيل عليها الجلايكوبروتينز. نفس مع الفارق هي تطلع بيرفورينز وتطلع جرانزايمز، وقلنا البيرفورينز بياكت از بور والجرانزايمز يدخل داخل ويعمل ابابتوزس. بتعمل كمان كيلينج لاي ابنورمال سيل، وزي ما قلنا بنفس الميكانيزم تلتصق مع الابنورمال سيل وخاصه اللي ما عليهاش ام اتش سي كلاس 1 بس عليها الجلايكوبروتينز. وجلايكوبروتين هنا يسموه ميكا، الميكا هو عباره عن جلايكوبروتين اللي تلتصق به وتعمل ما نسميه بالكيلينج. كمان تعمل كيلينج بالاي دي سي سي، اتفقنا عليها انه يكون الوسيط انتي بوديز، فيرتبط الانتي بوديز تيجي الناتشرال كيلر سيل ترتبط بالانتي بوديز وتطلع بيرفورين وتطلع جرانزايمز. طيب لو سمحتوا اكسرسايز 5 و6 و7 تفضلوا لو سمحتوا معنا الدكتوره معنا.
خلاص خلونا نحلهم سويا. خلوكم معي. اول امر البرودكشن هنا اكيد في البون مارو طبعا ماتوريشن هنا في البون مارو هذه تيسل وبيسل ها التيسل والبيسل ماتوريشن هنا في الثايمس هنا في البون مارو صح عملته ولا لا؟ هنا تمثل 70 وهنا تمثل 10 الى 15% الفانكشن هنا ايش؟ بتقولنا بتطلع سايتوكاينز السايتوكاينز دي بتهلب الاذر سيل هنا الفانكشن هتطلع انتي بودي برودكشن ها مش مشكله لانه في محاضره كامله على السلميديت ايمينيتي بس هي من الان مفهوما انها تطلع سايتوكاينز السايتوكاينز دي بتهلب اذر سيل المين ريسبتورز اللي على هذه ايش سي دي 4 وسي دي 8 وهنا الانتي بوديز اللي عليها الريسبتور اللي عليها البي سيل ايش مش اتفقنا كمان سي دي 19 وسي دي 20 21 طيب الان السؤال الثاني هذا السادس اللي ما اعطيش لكم لو سمحتوا بسمع اجابه من هنا واسمع اجابه من هنا تنبأوا what will happen if MHC class 1 not expressed ها يا أسامة لو سمحتوا ها ليش انه اوتومين ديزيز لو سمحتوا خلونا نسمعه بقومك بعده ليش انت قلت اوتومين ديزيز ولا اخطات في التعبير ليش اوتومين ديزيز؟ واحنا كنا اشياء تنقتل بالتي صارت تكسر تي سيل لكن ما انقتلتش فساهمت الناتشر كيلر سيل بس النقطه وهذه جاوب عليها انت لانه انت في المحاضره الماضيه قلت تنقتل بالناتشر كيلر سيل تنقتل بشرط لو كان على الابنورمال سيل جلايكوبروتينز واضحه انا شرحتها اليوم تفضل ما اسمعك صحيح لكن زي ما قلنا التي سايتوتوكسيك تي سيل حتحيد صح متفقين حتساهم الناتشرال كيلر سيل بس شرط الناتشرال كيلر سيل عشان تشتغل ضروري يكون في جلايكوبروتينز في الابنورمال سيل هذه اتفقنا الان مش اتفقنا الام اس سي كلاس 1 المفروض التي هي التي سايتوتوكسيك تي سيل هي اللي تعمل كيلينج مش موجود الام اس سي كلاس 1 اذا دي ما يكونش لها اي رول مفروض الان دور من ناتشرال كيلر سيل صحيح بس شرط قلنا انه ما يكون موجود جلايكوبروتينز برافو عليكم سبعة كومبير بتوين الناتشرال كيلر سيل والتي سايتوتوكسيك تي سيل هل جاوبتوا الاتي سي دي ماركرز عليها ايش هنا 16 و50 هنا عليها ايش تي سيل ريسبتور وسي دي 3 والسي دي 8 انتيجن ريكوجنيشن ما في تي سيل ريسبتور بالتالي ما يحصلش انتيجن ريكوجنيشن هنا سبيسيفيك اللي معها سبيسيفيك تي سيل ريسبتورز ام اتش سي كلاس 1 ريكوايرد في الناتشورال كيلر سيل هنا مش ريكوايرد وهنا ريكوايرد الافكتور مولكيولز زي ما قلنا بيرفورين جرانزايمز وهنا بيرفورين جرانزايمز انهانسد باي هذه طبعا هنشرحها انترلوكين 2 يعمل انهانسنج لها
بالإضافة إلى انترلوكين 2 كمان في التي سايتوكتيسل. الاي دي سي سي حيحصل في الناتشر كيلر سيل؟ يس. هنا مش حيحصل. اكت النيت اميونيتي وهنا اكت الاكوايرد اميونيتي. خلاص جاهزين؟ هنا خلاص لو سمحتوا اخر شيء ابدا هنا ولا هنا؟ خلاص ابدا هنا. ها يا شباب يا خلوكم معي، لا زلتوا مغلوبين اليوم، هذه اخر محاضرة، خلونا نعيد وانتم متعادلين. يلا طيب ها قفلوا الدفاتر، خلوكم معي على السؤال برفع الايدي. ها شباب برفع الايدي. All of the following are about CD8 T cell killing antigen that presented by MHC class 1. تمام جميل. A part of acquired immunity. Major major mediators of ADCC. Release perforin and granzymes. آه برافو عليكم، صحيح صحيح. طيب الآن لكم السؤال. All of the following about natural killer cell. آه ركزوا معي. Killing antigen in that presented by MHC class 1. A part of innate immunity. Major mediators of ADCC. Release perforin granzymes. برافو عليكم. الديجور سيندروم is characterized by. هذه حقك يا محمد انت ويا اما. Severe deficiency in T cell. هذول الضيوف الحلال. شوفوا ما حد رفع، انا ماناش داري. نيونيتال هايبوكالسيميا. عميل عميل انت عميل. ما فيش انتي باديز. سيفير ديفيشنسي او ديفيشنت ان بي سيل. ما في انتي بادي ليس، لان التي سيل اساسا تساعد، مش قلنا البي سيل ما فيش تي سيل عشان تساعد انتي باديز. طيب سؤال لكم، خلوكم معي لو سمحتوا. بيأجلوا العيد. تيجر سيندروم is due to a faulty development of what? Adenine deaminase. Tyrosine kinase. Integrins. Three and four pharyngeal pouch. Yes. صحيح. طيب بروتون اجاما جلوبينيميا is characterized by X-linked disease. اللي وراء T cell R normal. No antibodies. Recurrent bacterial infection. طيب T helper cell are characterized by production cytokines affect other cells. Activated B cells. شوفوا وينك يا activated T cell أو T cytotoxic T cells. Killing abnormal cells. لا تسمعها help، لا تقتل هي تساعد. طيب تي هيلبر سيل ار ريكوجنايزد اكسوجينس انتيجين. اندوجينس انتيجين. انتيجين بريزنتد وذ ام اس سي كلاس 2. انتيجين بريزنتد وذ ام اس سي كلاس 1. صحيح الاثنين هو اكسوجينس وام اس سي على الام اس سي كلاس 2. طيب البوزيتيف سيلكشن ركزوا معي لو سمحتوا. تعال is characterized by it occurs in cortex of thymus. جميل. The cell binds with self protein through MHC limit C سواء كان MHC class 1 أو MHC class 2. خير فعين سواء. any cell cannot bind. أي cell ما ترتبطش it will die. Any cell binds it will select. صحيح. هيا لكم النيجاتيف سيلكشن.
شباب نيجاتيف سيلكشن اخر والله تحمست قمت ها خلاص. طيب it occurs in medulla of thymus. صحيح. The cell bind with self protein through MHC. Any cell not bind it will select. Any cell binds it will die. صحيح برافو عليكم. طيب T cytotoxic T cell are recognized. Exogenous antigen. Endogenous antigen. Yes. Antigen presented with MHC class 2. Antigen presented with MHC class 1. صحيح برافو عليكم. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير نشوفكم بعد العيد. شكرا جزيلا.